مرحبا. ظاهرة المخدرات هي ما لا ظاهرة جديدة، والشعوب القديمة عرفت المخدرات بأنواع متعددة من آلاف السنين، وورد بتراث الحضارات القديمة آثار كتيرة بتدل على معرفة الإنسان بالمواد المخدرة من هديك الأزمنة الغابرة البعيدة. وهي الآثار لقوا الباحثين على شكل نقوش على جدران المعابد أو كتابات على أوراق البرد المصرية القديمة، أو كأساطير مروية بتتناقلها الأجيال. فيا ترى إمتى عرفت شعوب منطقتنا المخدرات؟ رح نحكي عن الحشيش والأفيون. الحشيش أو القنب هو كلمة لاتينية معناتها الضجة، وتسمى الحشيش بهذا الاسم نسبة لسلوك متعاطيه بعد ما توصل المادة المخدرة لذروة مفعولة. وبيشوفوا بعض الباحثين أنه كلمة حشيش مشتقة من الكلمة العبرية شيش يلي معناتها الفرح، وهي بتعكس شعور متعاطي من النشوة والفرح. وأول مين استخدموه بمنطقتنا هنن الآشوريين بالقرن السابع قبل الميلاد بحفلاتهم الدينية، وسموها نبتة كونوبو. وعرف العالم الإسلامي الحشيش بالقرن الحادي عشر الميلادي، وقت استعمله قائد القرامطة بآسيا الوسطى حسن بن صباح، وكان يقدمه كمكافأة لأفراد مجموعته المتميزين. ومن هداك الوقت نعرف باسم الحشيش، ونعرفت هي المجموعة بالحشاشين. أما الأفيون أو الخشخاش فأول مين اكتشفوه هن سكان وسط آسيا بالألف السابع قبل الميلاد، ومنها انتشر لمناطق العالم المختلفة، وعرفوه المصريين القدماء بالألف الرابعة قبل الميلاد، وكانوا يستخدموه كمسكن للأوجاع، وعرفوه كمان السومريين وأطلقوا عليه اسم نبتة السعادة. وفي ألواح سومرية بيرجع تاريخها ل 3300 قبل الميلاد حكت عن موسم حصاد الأفيون. وعرفوا العرب الأفيون بالقرن الثامن الميلادي، ووصفوا ابن سينا لعلاج التهاب غشاء الرئة يلي كان بيتسمى بهداك الوقت داء ذات الجنب، وبعض أنواع المغص. وذكروا داود الأنطاكي بتذكرته المعروفة باسم تذكرة أولي الألباب والجامعة للعجب العجاب تحت اسم الخشخاش. والملفت للنظر أنه رغم معرفة الشعوب القديمة للمخدرات بس كانت تستخدمه للعلاج الطبي وبالمناسبات الدينية، وبمجرد ما بلشت الناس تدمن عليه كانت السلطات بهداك الوقت تمنعه وتحد من انتشاره. وكانت تنجح بهذا الشيء بحيث ما ذكرت المصادر انه المخدرات كانت مشكلة من مشاكل اي عصر من العصور القديمة، مثل ما هي مشكلة عصرنا اليوم.